مساء الخير. لا لتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام، نعم لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون تأخير، ونعدكم بدعم المسار السياسي دون تدخل في الشؤون الداخلية الليبية. تلك هي رسائل مؤتمر برلين الثاني المنعقد اليوم بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا ودول عربية وغربية أخرى. السؤال هنا، هل أتى برلين اثنان بالجديد للليبيين أم أنه مجرد تدوير للأزمة في ظل غياب توافق حقيقي لدى الفاعلين الدوليين؟ بنسخته الثانية اختتم مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية أعماله. رسالته واضحة. تحديات كثيرة، أهمها توحيد المؤسسات الأمنية وإعادة إعمار البنية التحتية. ومن أجل الوصول إلى ذلك يجب أولا تنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب. الرسالة وصلت إلى أسماع القوى الدولية الفاعلة على الأرض في ليبيا. سرعان ما يعلن ماس أن هناك تفاهما تركيا روسيا على سحب تدريجي لقواتهما، فيما بدت وزيرة الخارجية الليبية أكثر تفاؤلا. لدينا تقدم تحقق في قضية المرتزقة، ونأمل أن ينسحبوا بدءا من الأيام القادمة. يشكك كثيرون، تلك القوات لم تتزحزح من مواقعها سواء كانت في الشرق أم الغرب منذ مؤتمر برلين الأول قبل عام ونيف. ترى فيها أطراف ليبية ضمانا من الإقصاء والتهميش من أي معادلة سياسية. تشكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد ندبيبة، لكن الهواجز ظلت قائمة والبلاد لم تخرج من غرفة العناية. هناك اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ارتبط اسمه بقوات فاغنر الروسية، هو يريد تأمين موقع له في الخريطة السياسية الجديدة التي شاءت الإرادات الدولية والإقليمية أن ترسمها بعد مرور عقد على النزاع الذي كاد يحرق الأخضر واليابس. الغرب الليبي المتوجس من حفتر يرى في القوات التركية عنصر موازنة مع الشرق، جليد من غياب الثقة بين أطراف النزاع. تعقد الآمال على الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل على إذابته. يشدد مؤتمر برلين على أن الانتخابات الحرة والنزيهة مفتاح لتحقيق استقرار دائم للوضع في البلاد، لكن الزمن يمضي مسرعا ولا يزال الأساس القانوني للانتخابات غائبة. يطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدعم من المؤتمرين لإزالة عقبات السلام عن بلاده. وأنا موجود هنا اليوم لكي أطلب العون من أصدقاء ليبيا لتجهيز المسيرة نحو 24 ديسمبر وتجاوز العوائق الأمنية المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. لكن المفارقة أن بعض المشاركين في المؤتمر هم من وضع تلك العقبات التي يطالبهم دبيبة بزحزحتها اليوم. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث، ومن طرابلس عيسى لتويجر الوزير التخطيط السابق في ليبيا. تحياتي لكما ضيفان الكريمان. أبدأ معك سيد عيسى. في نهاية هذا اليوم 68 بندا في بيان ختامي لمؤتمر برلين الثاني، وأيضا ربط مع مبادرة إرساء الاستقرار في ليبيا، هذه العناوين العريضة والعامة، ولكن حقيقة ما الذي أنجز اليوم برأيك؟ ممكن إعادة آخر سؤال؟ ما الذي أنجز اليوم في برلين برأيك؟ ما الذي حقق؟ اليوم أعتقد أن ما تحقق اليوم هو مجرد تأكيد على ما التصريح به في عدة مناسبات، سواء من المسؤولين الأمريكيين أو من كل الأطراف التي تعد دائما بدعم المسيرة السياسية، ولكن في الواقع هي أطراف تدعم أطراف المتصارعة في ليبيا وتؤدي إلى عدم قدرتهم على الوفاق الحقيقي الذي سيؤدي إلى نتائج حقيقية على الأرض. هل هذا التأكيد كان هو فقط المأمول، لأنه سقف التوقعات كان مرتفع بتحديد آليات واضحة وسقوف زمنية معينة، فانطلاقا من هذا
هل يعني مؤتمر برلين الثاني عكس عدم التوافق أكثر منه التوافق برأيك؟ هو البيان أسس أو أكد على ما يعني، لأن هناك تكهنات بطلب بعض الأطراف بتأجيل الانتخابات، فهذا البيان أكد إصرار المجتمعين في برلين على إجراء الانتخابات في موعدها. ولكن على أرض الواقع هناك الكثير من العقبات، لأن الليبيين بالرغم من أن الليبيين ملوا هذا الركود وعدم التغير على المسار السياسي ويرحبون بالانتخابات، ولكنهم يريدون انتخابات تؤدي إلى استقرار حقيقي وليس إلى عودة حكم دكتاتورية أو التسلل من خلال الانتخابات إلى كرسي الحكم من قبل الذين ينون أنهم يحكمون ليبيا بالقوة. سيد رشيد خشانة، من خلال متابعتك يعني البعض كان يقول أن وجود كافة أطراف الصراع على طاولة واحدة قد يخرج بشيء يعني أكثر تماسكا، من ناحية جدية من اجتمع في برلين لإرساء استقرار ليبيا والخروج بمخرج واضح يدعم ما حصل في برلين واحد والمسار الذي تم بعده، تقييمك لهذه الجدية وما جرى في برلين أيضا؟ تحياتي لك أستاذة دينا وإلى ضيفك الكريم وإلى كافة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة بالاجتماع اليوم نكون قد ختمنا مرحلة من عملية برلين. عملية برلين بدأت في السنة الماضية يوم 19 يناير، فالآن بعد سنة ونصف كان ضروريا أن تكون هناك محطة للنظر إلى الوراء، ماذا تحقق وماذا لم يتحقق، وهذا تحت قيادة ألمانية. نحن نعلم أنه خلافا لبعض الدول الأوروبية الأخرى غير جدية في الملف الليبي على الأقل، هناك موقف ألماني جدي ويسعى إلى إيجاد حل سلمي للقضية في ليبيا. لماذا؟ بكل بساطة لأن هناك مصالح أوروبية، وألمانيا هي قائدة الاتحاد الأوروبي، فتريد أن يتوقف تدفق المهاجرين من الضفة الجنوبية للمتوسط، وهذا قيل بشكل واضح. فلا بد من حل الأزمة في ليبيا لكي يتيسر السيطرة على ملف الهجرة. ما تحقق اليوم في تقديري هو أولا أن حكومة دبيبة حصلت على يعني دعم دولي، لأنها اجتمعت في هذا المكان واستمع إليها كممثلة لليبيا كلها. هذا مهم جدا. الرابح الثاني هو ألمانيا التي أوصلت أيضا رسالتها واستطاعت أن تقود كل هذه المجموعة، مجموعة المهتمين بالملف الليبي إن صح التعبير، حول أهداف واضحة وهي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. ونلاحظ إذا أردنا أن نحلل الخطاب السياسي أن هناك كلاما ليس فقط عن المرتزقة وإنما عن القوات الأجنبية، تمام. حتى على لسان المسؤولين الليبيين الذين سنصل إلى هذه النقطة، وهذا التطور مهم. أجلها قليلا سيد خشانة، خاصة مع التحفظ التركي على البيان الختامي، ولكن أستكمل هذه النقطة التي أثرتها حضرتك معك سيد عيسى، يعني إضافة إلى جدية الموقف الألماني الذي بدأ منذ فترة يعني طويلة، توج أول مرة بالتاسع عشر من يناير في برلين واحد والآن مرحلة ثانية. المتغير الدولي الآخر هو إدارة أمريكية جديدة وربما يعني شدة أمريكية في التعاطي مع الشأن الليبي، هل لهذا أثر ملموس برأيك أم أنه لن يكون له؟ بالطبع. كيف ستكون بالطبع. لا بالطبع. هذه الأثر ما نتائجها العملية؟ بالطبع هو هناك تغير كبير، كان لبرلين واحد كان له تأثير كبير، أدى إلى إيقاف الحرب وحدث توافق سياسي، رغم أن بعض الأطراف لم يعني في نيتها لا يوجد توافق بدليل العراقيل التي تضحى الآن في طريق التوافق. الجهود الأمريكية كانت واضحة، يعني كانت هي الأقوى في إيقاف الحرب وفي تحقيق الحوار وفي اعتماد الحكومة، يعني إعطاء الثقة للحكومة في البرلمان، ولكن مع ذلك ما زال هناك صعوبات تواجه الواقع، لأن يعني كيف يمكن الطلب من المرتزقة الخروج من الطرفين وأحد الأطراف لا زال لديه تحركات عسكرية على الأرض الليبية.
يعني لا زال هناك تحشيد، لا زال هناك تجميع للسلاح، لا زال هناك سيطرة على مناطق جديدة. عن من تحديدا؟ عن حفتر والقوات التابعة له أم؟ أتحدث عن حفتر، نعم أنا أتحدث عن حفتر. فحفتر لا زال يسيطر على بنغازي، والآن بسط سيطرته على أجزاء كبيرة جديدة من في الحدود الجزائر، وأقفل الحدود مع الجزائر، وهناك تحركات عسكرية واضحة يعني. ونحن لا نعلم ما كن هذه التحركات، يعني العالم لا يتحدث عن هذه التحركات. هذه نقطة أيضا مهمة سنتعرض لها سيد عيسى، ولكن اسمح لي أن أستكمل معك الجزئية الخاصة بالتفاهمات التي جرت. يعني كان صلب التركيز اليوم في برلين والضغوط التي أوضحتها التصريحات التي سبقته هو الحديث عن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية. هايكو ماس يقول أنه يعتقد هناك جرى تفاهم روسي تركي حول بدء سحب هذه القوات والمرتزقة، ولكن هناك تحفظ تركي على هامش البيان الختامي. فيعني في هذه النقطة ما الذي يجري برأيك؟ طيب يبدو هناك مشكلة تقنية مع السيد عيسى، سأعود لك للإجابة على نفس السؤال، ولكن أكمل به معك سيد رشيد خشانة. يعني إضافة إلى ما ذكرت، هناك تفاؤل يبدو من وزيرة الخارجية الليبية بأنه بعض المرتزقة ستبدأ بالانسحاب خلال أيام. هل برأيك هذا يعني ممكن الحصول مع التحفظ ومع النزاع أصلا الموجود؟ أعتقد أنه كلام متفائل، يعني هذه هي الأهداف وليست الواقع. بالتأكيد هناك ضغوط دولية شديدة أساسا من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هذه الأطراف الثلاثة تضغط على كل من تركيا وروسيا لكي تسحب قواتها من ليبيا. لكن الانسحاب حتى لو تم وكان جزئيا فهو للتمويه فقط. هذه البلدان وهذه المصالح الكبرى لم تأتي إلى ليبيا لكي تغادرها بمجرد طلب بسيط هكذا. يعني هناك ضغوط ومسار لابد أن يكون في المستقبل لكي تستطيع الرئاسة الألمانية أن توصل الرسالة كما أشرنا في بداية الحديث إلى مكانها. ولهذا يعني أعتقد أنه العائق الأساسي اليوم هو موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية. وهنا أريد أن أربط أيضا مع ما تفضلت به بشأن حفتر. أنا أعتقد أن العملية الأخيرة التي قام بها حفتر هي عملية استعراضية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن خطوط الإمداد بين قواعده الخلفية وبين هذه المكان تزيد على 1000 كيلومتر. كيف يمكن أن تمون قوات ضخمة إذا كانت المسافة هكذا؟ لا يمكن. وبالتالي فكل العملية حسب مصادر موثوقة هي تحريك لبعض المرتزقة باتجاه الجنوب الليبي واستفزاز الجزائر نوعا ما، ولكن حفتر سيدفع ثمن استفزاز كبيرا. نحن شاهدنا الرئيس الجزائري وماذا قال عن حفتر وماذا قال عن هذه الاستفزازات، فبالتالي لا أتوقع أن تستمر أكثر مما استمرت هذه الاستفزازات. مرة جديدة سنعود للبحث أكثر في هذه النقطة، ولكن الآن ينضم إلي من برلين ميركو كيلبرث الصحفي المختص بالشأن الليبي. أهلا وسهلا بك سيد ميركو. كنا نتحدث ونحاول أن نستكشف ماذا تم إنجازه اليوم في خلال مؤتمر برلين الثاني. سأستعير من إجابة سابقة لضيفنا من تونس رشيد خشانة بأنه ما جرى هو تأكيد على يعني جدية الموقف الألماني، وأيضا حكومة لدبيبة حصلت على دعم دولي، ولكن كانت هناك توقعات مرتفعة من ناحية الخروج بجداول زمنية وآليات معينة، وهذا ما لم ينتجه برلين حتى الآن. ما رأيك بهذه النقاط؟ أعتقد أن هذا إعادة تأكيد على الإرادة من أجل الضغط على الفصائل المتحاربة. الكل يعرف بأن هذه الحرب قد تعود لتنشب مرة أخرى، ونقص التنسيق للتعامل مع قضية المرتزقة قد يتحول إلى صراع آخر إذا ما رفض أي من الأطراف أن ينسحبوا. أعتقد أن تركيا قالت بأنها سوف تحافظ على وجود قواتها الرسمية على الأرض،
وأعتقد أيضا لدينا العامل الروسي الذي يبقى حكومة الغرب في حالة من التوتر. وقد رأينا بأن نائب الرئيس الروسي قد جاء متأخرا ولم يتحدث كثيرا حول هذا الحضور أو الوجود غير المرئي لخبراء أو مقاتلي مجموعة فاغنر. وأعتقد أن مؤتمر برلين الثاني هو إعادة تأكيد من أجل المضي في تجنب صراع آخر، فلا يوجد جدول زمني ملموس، ولكن قالت المنقوش بأن سوف نرى في الأيام القادمة خطوات تكميلية، وقد كانت متحمسة في المؤتمر الصحفي بأن الليبيين قد تحدثوا كثيرا. وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي فهمها الألمان. أعذرني للمقاطعة فقط لضيق الوقت، يعني ما تتحدث عنه وتصريحات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، يعني وصفت قبل قليل قبل انضمامك إلينا بأنها نوع من الأملية، تأمل ذلك ولا شيء ملموس يعني يحقق جدول واضح لانسحاب المرتزقة. نتحدث عن 20,000 مرتزقة ما بين الفاغنر الروسية وتشاديين وسودانيين وسوريين أيضا. البعض يقول إن غياب أي صيغة قانونية في مخرجات مؤتمر برلين، طالما الأمم المتحدة موجودة من دون وجود يعني هناك تبعات قانونية على من يعرقل، على من لم ينسحب، هذا سيجعل الأمر دائر في حلقة مفرغة، وننتهي فقط من مؤتمر إلى آخر إلى مجرد التأكيد على نفس المطالب من دون تحقيقها. Misunderstood. I think I personally would. أنا شخصيا أعتقد بأنه كان يجب أن تكون إجراءات ملموسة أو قرارات بإجراءات ملموسة ضد أولئك الذين لا يدعمون الانتخابات ولا يدعمون حل مشكلة المرتزقة. الآن علينا أن ننتظر أسبوع أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من أجل الانسحاب الملموس للمرتزقة، وعلينا أن ننتظر أيضا من أجل قانون الانتخابات في ديسمبر، والليبيون يفقدون أملهم مع مرور الوقت، وفي الواقع لا يجب أن نستهين بهذا الأمر. الناس لا يستطيعون أن يسحبوا الأموال من حساباتهم المصرفية ويعانون من انقطاع الطاقة، وشخصيا توقعت أن يكون هنالك خطوات ملموسة أكثر، ولكن هذه هي المهمة أو بعثة الأمم المتحدة ومهمتها في ليبيا، هذه عملية تأكيد للمضي قدما. والآن أعتقد بأنه لا يوجد أي طرف يناقش بما يكفي ضعف بعثة الأمم المتحدة ومهمتها هناك، فهي تحتاج إلى التمكين. قد تنظم الانتخابات ولكنها ليس لديها أي سلطة لإيقاف ومحاسبة الناس الذين يقفون ضدها. دعوني أذكرك بالذين يعملون بالتجار بالبشر الموجودين هناك. لقد عملت مجموعة جيدة من الخبراء للتعرف على من يعمل في عمليات الاتجار في البشر، ولكن تم لوم أوروبا لأنها لم تكن جادة في عملها ضد تلك الميليشيات وهؤلاء المهربين المتاجرين بالبشر. أنا مشكك بالنتائج. إذن مشكك بالنتائج أستاذ عيسى. صعوبة الموقف وصعوبة المواضيع المطروحة لضمان استقرار ليبيا وعدم وجود أي تبعات قانونية لمن لا يساهم في هذا الأمر، هذا يقودنا بالسؤال عن تحركات حفتر. لماذا كل مرة قبل كل اجتماع دولي قبل كل مؤتمر دولي من قدامس إلى هذه اللحظة يقوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتحرك عسكري يخشى أنه قد يعيد الأمور في ليبيا إلى مربعها الأول، ومع ذلك ترى أنه إما أن يغيب اسمه بشكل واضح صريح حتى عن بيانات المجلس الرئاسي في ليبيا أو الحكومة، وأيضا
لا تعاطي دولي مع خطورة ما يعني هذا التهديد، لماذا برأيك؟ والله هذا يعكس دعم خفي لحفتر من نفس القوى التي دعمته في الماضي للهجوم على طرابلس. هذا يعني أيضا أن ما يتم به من تصريحات هي ليست في الواقع حقيقية، وأن نفس القوى لا زالت تدعم حفتر وتمكنه من التحركات وتحميه أيضا من حتى من مجرد الإشارة إليه كمخالف للوفاق. أنت تعرفي أن الحكومة لحد الآن لم تتمكن من زيارة بنغازي لأن بنغازي مسيطر عليها من قبل حفتر ولا يمكن دخول بنغازي بدون إذنه. أيضا هناك نقطة مهمة تحدث بها يعني ضيفك من ألمانيا، لا يوجد في ليبيا من هم يخالفون أو يرفضون الانتخابات، هناك من يتخوف من الانتخابات في ظروف أمنية غير مضمونة. يعني إذا كان حفتر يسيطر على رقعة لا بأس بها من ليبيا فلا توجد أي ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة في تلك المناطق التي يسيطر عليها حفتر وتسيطر عليها المرتزقة. وأيضا خاصة في يعني أنت لما يغيب الدستور وتطلب من الليبيين أن يقبلوا بانتخابات رئاسية فهذا يعني أن إمكانية تسلل دكتاتور لسدة الحكم عن طريق الانتخابات الديمقراطية أمر أصبح ممكنا. وبالتالي أنا أقترح أن بدل من نتهم بعض الأطراف بأنهم يعارضون الانتخابات، أقترح أن تعالج هذه القضية حتى نضمن انتخابات حرة ونزيهة. الليبيون يريدون انتخابات ولكن يريدونها نهاية لهذا الاضطراب وليس بداية جديدة لحكم دكتاتوري جديد. نعم، إذن ضرورة معالجة الموضوع الانتخابي والمسار له يعني نقطة من الأهمية، الجميع أكد على ضرورتها، ولكن دون دخول بتفاصيل هنا أنتقل إليك رشيد خشانة. قلت قبل قليل حول تحركات حفتر أنه لن ينجح في استفزاز الجزائر، لن ينجح في التشويش على المسار السياسي، ولكن استمعت ويسيطر لازال على منطقة واسعة، تخوف من الانتخابات إن لم تجرى بمعايير معينة، أن يعود حفتر بطريقة انتخابية ربما أو غيره، فلماذا لا ينجح في التشويش على هذا المسار؟ لماذا أنت تعتقد أن لا فرصة لديه؟ لأنه بكل بساطة تخلى عنه وانفض عنه كل من سنده في الماضي، ودول الجوار أصبحت لها موقف واضح لم يكن موجودا من قبل بهذا الوضوح ضد حفتر، سواء الجزائر أو تونس حتى مصر. يعني نلاحظ أن هناك بوادر تغير باعتبار أنها أصبحت تشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بليبيا بطريقة تدل على نوع ربما من التعديل في الموقف من أجل الموازنة واعتبار دورها الكبير كدولة عربية كبيرة. المهم أنا ما لاحظته في مؤتمر اليوم هو الرسالة التي تقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وأيضا التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الألماني عندما قال كنا نتحاور عن ليبيا، اليوم نحن نتحاور مع ليبيا. لذلك أنا أعطي أهمية كبيرة للمحاور الأربعة التي أعلن عنها دبيبة اليوم. المحور الأول هو مكافحة قضية السلاح والمقاتلين الأجانب وإخراجهم من ليبيا. النقطة الثانية هي المتعلقة بالعملية القانونية، يعني الدستور وقانون انتخابي. نعم. وقال إن هذه خارجة عن نطاق وصلاحية الحكومة، وأيضا الجانب الاقتصادي وتسهيل. تفضلي. عفوا. طيب لنكتفي بنقطتين من بعد إذنك، الوقت يداهمني، باقي لي سؤال أخير أجيره لميركو كيلبرث. بشكل عام كل هذا التعويل على الانتخابات وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، هناك رأي مخالف أو يعني متمم ربما مكمل أكثر منه، مدير المجلس النرويجي للاجئين في ليبيا داكس روكي يقول إن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق بمجرد إجراء الانتخابات أو سحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب. ما رأيك؟ I think it's true that أعتقد أنه من الصحيح أن انسحاباً
للقوات الأجنبية ببساطة سوف يؤدي إلى فراغ أمني وسوف يؤدي إلى وجود أخطار للمنطقة كلها. هنالك ثوار تشاديون وسودانيون يتحركون في منطقة الساحل، ولقد رأينا الهجمة الأخيرة من بعض القوات، والمشاكل الموجودة في النيجر كلها مرتبطة ببعضها البعض. وأعتقد أن بعثة للمراقبة لمراقبة الانتخابات القادمة يجب أن تكون هذه البعثة أكبر أيضا لمراقبة وقف إطلاق النار. هذا الأمر ضروري، ويمكن لروسيا وتركيا أن يتفقان على هذا الأمر بالتعاون مع بلدان أخرى تحت إشراف وقيادة الأمم المتحدة على سبيل المثال. ولكنني أعتقد أن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يجب أن يكونوا هم اللاعبين الأساسيين في هذه المسألة. وأعتقد أن المؤتمر عقد في برلين لأنه لا يوجد أي طرف آخر يرغب بالإسهام بهذه المسألة، ولكن يجب أن يحدث هذا الأمر من أجل توفير انتخابات آمنة وسليمة. لا يمكن للناس أن ينتخبوا في بنغازي إذا لم يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بطريقة منفتحة. ولذلك برأيي فإنني أنا يجب أن يكون هنالك بعثة غير مسلحة للمراقبة وليس بعثة عسكرية وتدريب القوات الليبية. اسمح لي أن ننهي عند هذه النقطة وهذه النقاط التي ذكرتها لانتهاء الوقت من برلين. أشكرك ميركو كيلبرث الصحفي المختص بالشأن الليبي، ومن طرابلس الشكر لعيسى تويجر وزير التخطيط السابق في ليبيا، وأيضا رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث، كنت معنا من تونس. لكل من تابعنا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا.